بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم، معكم الاستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربيه الخاصه للصف الرابع ابتدائي ماده الرياضيات، اعزائي الطلاب والطالبات يجب علينا ازاله جميع المشتتات. ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثاً: متابعة التمارين بالكتاب. هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم من مادة الرياضيات. أولاً: نميز شكل العدد 11، نفرق بين العدد 10 والعدد 11، تمثيل العدد 11، كتابة العدد 11. وهنا أحبائي الطلاب والطالبات سوف نتعرف على هذه الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إذا نكرر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشره احدى عشر اذن واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اذن هيا نكرر هذه الارقام واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اذن هيا نكتب يا احبائي الطلاب والطالبات الرقم 11، هيا نكتب الرقم 11. إذا هيا نكتب هذا هذه الأرقام، هيا نكتب الرقم 11. أحبائي الطلاب والطالبات، هيا نكتب الرقم 11، يجب علينا إمساك القلم المسكة الصحيحة ثم الكتابة إذا هيا نكتب الرقم 11 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات. وهنا سوف نجمع هذه الأعداد. لدينا مجموعة من الأعداد سوف نجمع هذه الأعداد. لدينا هنا الرقم ستة، ولدينا هنا علامة الجمع، ولدينا هنا الرقم خمسة، اذا ستة زائد خمسة أحسنتم يساوي الرقم أحدى عشر، إذن ستة زائد خمسة يساوي العدد إحدى عشر وهنا الرقم تسعة زائد اثنان يساوي العدد إحدى عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن لدينا هنا الرقم ستة هيا نضيف نضيف على الرقم ستة الرقم خمسة إذا لدينا ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إذا لدينا الرقم ستة زائد الرقم خمسة الرقم ستة زائد الرقم خمسة إذا لدينا هنا ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر هيا نستخدم اليد في عد هذه الأرقام لدينا الرقم ستة إذا سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا سوف نتعرف على عدد الدوائر كم عدد الدوائر إذن لدينا هنا عدد هذه الدوائر واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة إحدى عشر إذا مجموع هذه الدوائر الرقم إحدى عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا سوف نفرق بين هذين العددين لدينا هنا الرقم عشرة ولدينا هنا أيضا الرقم عشر. إذن عشر إذا لدينا الرقم عشرة ولدينا هنا الرقم إحدى عشر إذا إحدى عشر أكبر من الرقم عشرة إذا إحدى عشر أكبر من الرقم عشرة احسنتم يا احبائي الطلاب والطالبات. وهنا سوف نمثل العدد بالاشكال، هيا نمثل العدد بالاشكال. لدينا هنا مجموعة من الصناديق، هيا نعد هذه الصناديق. هيا نعد هذه الصناديق. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحدى عشر. إذا مجموع هذه الصناديق هو الرقم أحدى عشر. أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات، إذا مجموع هذه الصناديق هو هو الرقم 11 احسنتم يا احبائي الطلاب والطالبات. وهنا سوف نتعرف على المبلغ بالخزانه، كم المبلغ في هذه الخزانه؟ لدينا هنا عشره ريالات. ولدينا هنا ريال واحد، اذا لدينا هنا عشره ريالات ولدينا ريال واحد إذا عشرة لدينا هنا عشرة عشرة ريالات ولدينا ريال واحد عشرة زائد واحد يساوي أحسنتم إحدى عشر أحسنتم إذا الإجابة هي إحدى عشر إذن المبلغ الموجود في هذه الخزانة هو الرقم 11. وهنا في هذا التمرين سوف نساعد عمارًا باستخراج العدد 11، هيا نساعد، هيا نساعد، هيا نساعد, هيا نساعد عمار باستخراج العدد أو الرقم 11، هيا. هيا نساعد عمار، أحسنتم، ها هو الرقم 11، وأيضا هنا الرقم 11، أحسنتم، وها هو الرقم 11، وها هو الرقم 11، إذاً وهنا في هذا النشاط يا أحبائي الطلاب والطالبات سوف نكتب العدد 11 إذا النشاط رقم واحد الموجود في الصفحة 98 في هذا النشاط الأول سوف نبدأ في هذه الأنشطة ولدينا هذا النشاط هيا نكتب الرقم 11 إذن هيا نكتب الرقم احدى عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا في هذا النشاط سوف نرسم هذا الخط أسفل العدد احدى عشر إذن سوف نرسم خطا أسفل العدد أسفل العدد احدى عشر احسنتم، ها هو العدد 11، 10, 7، 5، 11، وها هو الرقم 11، إذا 11، 11، أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات و وفي النشاط الثالث لون الدائرة التي تحمل العدد 11، هيا نلون الدائرة التي تحمل العدد 11، هيا نلون الدائرة التي تحمل العدد 11، وهنا نلون العدد إحدى عشر إذا هيا نلون الدائرة التي تحمل العدد إحدى عشر وهنا في هذا النشاط الرابع صل العدد إحدى عشر بما يناسبه لدينا هنا مجموعة من الطيور إذا واحد اثنان، ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحدى عشر، إذا هيّأ نصل العدد 11 بما يناسبه من مجموع هذه الطيور، إذا أحسنتم، ها هو الرقم 11 وها هي الطيور التي عددها 11، ولدينا هنا مجموعة من الأشجار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إذا أحسنتم ها هي مجموع هذه الأشجار إحدى عشر أحسنتم يا احبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر